استاذ جمال بقى عنده مشاعر جزائريه فياضه دايما ويحب يسافر الجزائر على طول. مكنون سفرياتك. قول لي بقى المنتخب الجزائري طبعا دوره الالعاب كاس الامم الافريقيه طبعا المنتخب الجزائري واحد من اقوى المرشحين والجائزه تمنح الحقيقه يعني منتخب الجزائر بعد ما مر بفتره اللي هو الكيرف في قاعه طلع تاني وبشكل برضو مؤسسي يعني مش بيعملوه كده بالصدفه وما شاء الله عاملين يعني احنا شفناهم في كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر فزنا نحن بالتنظيم وهيئنا لهم الجو تماما وهم كسبوا اللقب بس حقيقه ده شيء اسعدنا على فكره لا طبعا. هم كسبوه عن جداره وعلى فكره برضو يمكن من منطلق زياراتنا للجزائر انا والله بجد من خلال قناة الأهلي ومن خلال برنامجك يا أستاذ إبراهيم ببعت كل التحية للشعب الجزائري اللي هو عارف اللي بيحب مصر لدرجة أنه يزعل بحماس لا يعني عارف لما أكون أنا بحبك قوي فأخد على خاطري يعني حتى لما قدر المحبة يكون لا أنا بتكلم والله عن تجربة لأن أنا رحت الجزائر أول مرة بعد كاس الامم في كاس الامم الافريقيه 90 ايوه اللي هي كان فيها كابتن هاني مصطفى والمنتخب الاولمبي ربنا يشفيه يا رب كان بعد احداث الاخضر بلومي والطبيب المصري الذي حصل المشكله معاه تخيل ان الاعلام كان مصور الصوره عكسيه هناك ان الجمهور المصري هو الذي اعتدى على الطبيب على البلومي لا اعتدى على واعتدى على الطبيب برضه انه نتيجه خطا فبذلنا طبعا جهد بقى جامد للتصحيح في اقناع الناس بان الحقيقه كذا طيب هم النهارده الجائزه بتمنح المنتخب الجزائري جائزه المنتخب العربي تمام تحطيم الرقم الافريقي للمباريات من دون هزيمه صحيح حصل على جائزه افضل منتخب افريقي لعب 33 مباراة على التوالي بدون هزيمه يا استاذ محمود بطل كاس الامم الافريقيه بطل كاس العرب ومسافر كمان لكاس الامم دلوقتي طبعا تحديات كبيره جدا يعني جمال بالماضي يعني وعنده عدد من المحترفين هائل جدا يستطيع انه يختار اللي هو عايزه يعني الراجل رايح البطوله بيقول لك انا معايا مش عارف 10 مهاجمين مش محترف مهاجم لا 10 مهاجمين مش عارف يختار منهم محترفين كلهم